السلام عليكم. حصة اليوم إن شاء الله غنتكلموا على الشكل الجبري لعدد عقادي. إذا نعتبر واحد العدد عقادي، إذا هذا العدد العقادي مكتوب على الشكل على شكله الجبري، يعني مكتوب على شكل A زائد A B، مع بطبيعة الحال A و B عددان حقيقيان يعني كينتميو لR كاري. إذا زد خصني نكتبو على شكل غيال ديال زد، يعني الجزء الحقيقي ديالو، زائد اي ليماجينير ديال زد. إذا نشوفو مثال تطبيقي. إذا عندنا مجموعة من الأعداد العقادية، السؤال المطروح هو كتابة هذه الأعداد على الشكل الجبري. إذا عندنا زد واحد كتساوي لنا جوج اي عامل واحد زائد اي، إذا هذه ماشي كتابة على الشكل الجبري، لأن ما عنديش هنا، ما واضحش عندي الغيال وليماجينير، يعني ما مكتوباش على الشكل A زائد A B. إذن غنحاول نبسط هاد الكتابة. إذن غادي ندير النشر، إذن جوج إي مضروبة في واحد هي جوج إي، وجوج إي مضروبة في زائد إي هي جوج إي مربع. إذن جوج إي مربع هي ناقص اثنان زائد جوج إي. إذن احنا كتبنا العدد زد واحد على الشكل الجبري، يعني عدد يعني الغيال ديال زد زائد ليماجينير مضروبه في اي. الحاله الثانيه عندنا زد كتساوي لنا واحد على ثلاثة زائد جوج اي، اذا هذا ماشي الشكل الجبري. اذا غنحاولوا نبسطوا الكتابه باش نرجعها على الشكل الجبري. اذا في هذه الحاله خصنا نضرب في المرافق. اذا المرافق ديال ثلاثة زائد جوج اي هو ثلاثة ناقص جوج اي، اذا كنضربوا ثلاثة ناقص جوج اي في البسط وفي المقام. إذن البسط 3 ناقص 2 اي، المقام عندنا متطابقة هامة، A زائد B مضروبة في A ناقص B، إذن كتعطينا 3 أس 2 ناقص 2 اي الكل أس 2. إذن 3 ناقص 2 اي، 3 أس 2 تساوي 9 ناقص، وعندنا جوج اي اس اثنان، اذا الاس كيمشي على اثنان وعلى اي، اذا اثنان اس اثنان هي اربعه، اربعه مضروبه في ناقص اي، اذا اربعه في ناقص اي هي ناقص اربعه، او الاربعه مضروبه في ناقص واحد، اذا هي ناقص اربعه، اذا ناقص اربعه، اذا تسعه ناقص جوج اي، تسعه ناقص ناقص هي تسعه زائد، اذا تسعه زائد اربعه هي ثلاثة عشر. إذا لحد الساعة راه مازال ما عنديش كتابة جبرية. إذا كنحاولو نبسطو هاد الكتابة هادي. إذا كنديرو التفكيك، إذا 9 على 13 ناقص 2 إي، إذا عندنا الجزء الحقيقي زائد إي في الجزء التخيلي، إذا هذه كتابة جبرية للعدد زد 2. دابا ندوزو لزد 3، كيساوي لنا جوج ناقص اي على ثلاثة زائد خمسة اي، إذا غادي نضربو في المرافق. المرافق ديال ثلاثة زائد خمسة اي هو ثلاثة ناقص خمسة اي، إذا ثلاثة زائد خمسة اي مضروبة في ثلاثة ناقص خمسة اي، إذا غادي ننشرو البسط. جوج مضروبة في ستة، جوج مضروبة في ثلاثة هي ستة، جوج مضروبة في ناقص خمسة اي هي ناقص عشرة اي، ناقص اي في ثلاثة ناقص ثلاثة اي، وناقص اي في ناقص خمسة اي هي خمسة زائد خمسة اي مربع. في المقام عندنا متطابقة هامة، ثلاثة أس اثنان ناقص خمسة اي الكل أس اثنان. إذا نبسطو هاد الكتابة هادي. إذا في البسط عندنا ستة ناقص، عندنا ناقص عشرة إي ناقص ثلاثة إي هي ناقص 13 إي،
وزائد 5 اي مربع، اي مربع كتساوي ناقص 1، اذا غتبقى لنا ناقص 5. في المقام عندنا ا 5 اي مربع هي 25 في اي مربع يعني في ناقص 1، اذا كتولي زائد 25. اذا 6 ناقص 5 1 ناقص 13 اي. وفي المقام 9 زائد 25 كيعطينا 34. اذا من بعد خصني ندير التفكيك. اذا 1 على 34 ناقص 13 على 34 اي. اذا هذا هو الشكل الجبري للعدد العقادي زد 3. اخر حاله عندنا زد 4 كتساوي لنا 1 زائد اي الكل اس اي 2 على 2 زائد اي زائد جذر 2 اي. إذن أول عملية كنقوم بها هو تبسيط الكتابة. إذن كنحاولو نضربو في المرافق. إذن عندنا 1 زائد إي لكل أس إذن هذه متطابقة هامة. إذن كندير النشر. إذن 1 أس 2 هي 1 زائد 2 في 1 في إي يعني 2 إي زائد إي مربع. إذن غادي نديرو النشر ونضربو في المرافق. إذن عندنا 2 زائد إي مضروبة في جوج ناقص اي، وكذلك في البسط نضرب في جوج ناقص اي جذر جوج اي. اذا نبسطو الكتابة. في المقام عندنا 1 زائد اي مربع، اي مربع هي ناقص 1، اذا 1 ناقص 1 صفر، اذا كيبقى لنا جوج اي عامل جوج ناقص اي. وفي المقام متطابقة هامة 2 أس 2 ناقص إي أس 2 زائد جذر 2 إي. إذا نديرو النشر في البسط. إذا 2 إي مضروبة في 2 هي 4 إي، و 2 إي مضروبة في ناقص إي يعني ناقص 2 إي مربع. في المقام عندنا 2 مربع هي 4، 4 ناقص اي مربع يعني 4 زائد 1 اي 5 زائد جذر 2 اي. اذا عندنا 4 اي ناقص 2 اي مربع هي 2 مضروبه في ناقص 1 يعني ناقص مع ناقص كتولي زائد، اذا 2 على 5 زائد جذر 2 اي. اذا هنا خصني نفكك هذا العدد الكسري. إذا عندنا 4 إي على 5، إذا كنبداو بالعدد الصحيح. إذا 2 على 5 زائد 4 5 إي زائد جذر 2 إي. إذا مازال ما عندناش كتابة جبرية. إذا 2 على 5 كنعملو بإي كيبقى لنا 4 على 5 زائد جذر 2 إي. إذا هذه هي الكتابة الجبرية. إذا كتبنا العدد زد على شكل زائد ب. اذا هذا الجزء الحقيقي وهذا الجزء التخيلي. اذا الريال ديال زد 4 وهذا ليماجينير ديال زد 4.